السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم فيديو جديد وياكم أخوكم عادل عبد الله. اليوم راح نحكي على موقع orizzi.com. الموقع بالآونة الأخيرة الإعلانات مالته قامت تظهر على الفيسبوك والماسنجر والإنستغرام، مثل ما تشوفون جربت اشتريت معدوم مجموعة عطور الأسعار جدا مناسبة للماركات الموجودة، لأنه أغلب الماركات هي ماركات أصلية. الموقع يحتوي طبعا موقع عراقي، الموقع يحتوي على هواية أقسام تقدرون تستفادون من عدها والأسعار تكون مناسبة. راح أشرح لكم التفاصيل شلون تسجل حساب وشلون تشتري. يدعم الدفع أثناء الاستلام، هذه الفقرة الحلوة بي، يعني تستلم المنتج ولا تدفع. أنا خلال يومين إلى ثلاثة أيام أعتقد بالضبط ثلاثة أيام كانت استلمت المنتجات وصلتني. خلينا نشتري كم شغلة كتجربة مرة أخرى حتى أنتم تستفادون ويكون لكم وعي بهذه المواقع. صراحة أنا هيك مواقع تخليني إنه يكون عندي أمل داخل العراق، يعني التسوق عبر الإنترنت فتشي ده يصبح شيء طبيعي داخل العراق بهذه المواقع العراقية اللي مثل شوبيني وغيرها وغيرها، هاي مواقع يعني صراحة عندنا العراق حاليا مواقع يعني جيدة جدا، يعني صراحة إن أشوف المنتجات والماركات صراحة يعني مضبوطة كلش وأحسن المتوفرة بالسوق، يعني شغلات من أسعار مناسبة. مثلا أنت تشتري هذا المكوات، خليها بالعربة هاي تاريخ الوصول مو ضرورية جدا، يعني شيء طبيعي اختيار تقدر تخليها كمان عملية الشراء. اوكي هنا اشترينا هذه المكوات، راح يكون تخلي معلومات حسابك هنا، الايميل مثل ما تشوفون هنا، الاسم الاول الاسم الاخير العنوان المدينة المنطقة اللي انت بيها هنا المدينة بعد البلد الكود الرمز البريدي اذا عندك، واذا ما عندك شيء طبيعي عادي جدا يعني. وهنا رقم الهاتف رقم التليفون مالتك تكتبه هنا، هاي المعلومات انا مخليها وهمية يعني مو دقيقة، هاي بس للتيست حتى انتو تاخذون تفاصيل اكثر عن الموقع. اوكي هنا بعد ملينا كل المعلومات الرمز البريدي راح اخلي لكم رابط اللي يريده، ولو هي مو ضرورية لانه راح يتصل بيك الموظف لخدمة الزبائن بعد خلال 24 ساعة يتصل بيك. فهنا نسوي استمرار لاختيار طريقة الشحن، كلفة الشحن هي 8000 دينار للمناطق خارج بغداد، التوصيل داخل بغداد 4000، المواد الصغيرة لتنقل بواسطة سيارة الصالون أي يعني التاكسي سيارة الصغيرة، المواد الكبيرة العفو أطراف بغداد 6000 للحسينية وأبو غريب والطارمية وذني، التوصيل المحافظات العراقية كل المحافظات إذا المنتج صغير 8000، إذا المواد كبيرة 30000 دينار العفو 8000 دينار تكون باقي المحافظات، والشحنات اللي توصل مواد كبيرة مثل الثلاجات والفرن وغيرها 20000 دينار، والتوصيل للأطراف 30000 دينار. اوكي احنا اختارينا باقي المحافظات سوي 8000، استمرار اختيار طريقة الشحن العفو استمرار طريقة الدفع، طريقة الدفع هي الدفع اثناء الاستلام مثل ما تشوفون هنا كافة التفاصيل، نفس عنوان التوصيل تختار الدفع اثناء الاستلام، عنوان الدفع نفس عنوان التوصيل، اكمال عملية الشراء. هنا راح تطلع لك خيار انه انت تم طلب منتجك، راح يتصل بيك موظف خدمة الزبائن خلال مدة اقصاها 48 ساعة، 24 ساعة يتصلون بيك 100%، يعني من وقت الطلب لحد 24 ساعة يتم اتصال بيك من قبل موظف الشركة حتى يشيك وياك انه انت خلاص اكدت على الاوردر، وراح يوصلك من يوم الى 3 ايام تقريبا. بنهاية الفيديو ما يسعني ان اشكركم واشكر كل من تابع قناتي، لا تنسون السبسكرايب واللايك للفيديو. كان معكم اخوكم علي عبد الله ومع السلامة.